السلام عليكم ورحمة الله. اليوم كتواجدوا بمدينة سلا ملاعب نادي الاتحاد الرياضي السلاوي للكرة الحديدية. هذه مباراة كتجمع ديربي نادي ستاد المغربي ما بين تريبليت أجود وتريبليت الرئيس. في دور الثمن النهائي نعطيكم التشكيله ديال كل ثلاثيه بالنسبه لتريبليت الرئيس. كيلعب مع كل من عادل وحمزه كاكاوا اللاعب ديال كيلعب بنادي بلديه العيون سيدي ملوك كيتواجد هنا بمدينه سلا. حمزه كاكاوا هو لاعب منتمي لعصبه الشرق للكره الحديديه. بالنسبة لتريبليت أجود كيلعب مع كل من حمزة خربوش ومحمد البقالي. مباراة ديال الثمن النهائي الدوري السنوي لنادي الاتحاد الرياضي السلوي للكرة الحديدية. تكلموا الجولة الأولى والنتيجة 0 لمثله ما بين تريبليت الرئيس وتريبليت أجود. المحاولة ديال الرئيس صنون غادي يضرب كرة. أمين لامين انولي الرئيس يخرج في البوشون تيخرجو. اذا جوله ملغاه نتيجه 0 لمثله. اذا النتيجه فهي سلبيه 0 لمثله ما بين تريبليت اجواد وتريبليت الرئيس في المباراة ديال الثمن النهائي. الجائزة الأولى من الدوري السنوي المنظم هنا بملاعب نادي الاتحاد السلوي للكرة الحديدية عصبة الوسط. وإذا نعطيكم تشكيلة ما بين تريبليت أجود يلعب مع كل من حمزة خربوش والبقالي وتريبليت الرئيس كيلعب مع عادل وحمزة كاكاوا. هذا حمزة من نادي بلدية العيون سيدي ملوك كيشارك اليوم مع نادي ستاد المغربي في المباراة ديال الدوري السنوي للكرة الحديدية اللي منظمه نادي الاتحاد الرياضي السلوي عصبة الوسط. النتيجة 0 لمثله. هذه الجولة الثانية كنلعبو بعد ما تلغات الجولة الأولى. المحاولة ديال حمزة غادي يضرب كرة. النتيجة فهي 0 لمثله ما بين تريبليت أجواد وتريبليت الرئيس وبجوجهم كان من نادي ستاد المغربي في المباراة ديال الثمن النهائي. برافو حمزة خربوش ضربة موفقة تيخرج الكرة. هذه مباراة ديال الثمن النهائي الجائزة الأولى اللي كتجرى هنا ملاعب نادي الاتحاد الرياضي السلوي للكرة الحديدية عصبة الوسط.
كالنادي كالنادي زيا برافو مرة أخرى حمزة خربوش لا دوزيام فوا تيخرج كورة برافو محاولة ديال حمزة تنظن تيربح بها البوان تريبليت الرئيس ما بقى تعلم حتى كره في حين باقي جوج كرات عند تريبليت اجود المباراه ديال التومو النهائي الجائزه الاولى اللي كتجرى هنا ملاعب نادي الاتحاد الرياضي السلاوي أجواد في محاولة إضافة نقط معالي تنظن باقي البوان عند تريبليت الرئيس تنظن البوان كاين عند تريبليت الرئيس يعني مازال غنشوفو العبار إذن 1-0 لصالح تريبليت الرئيس في هذه المباراة ديال التومو النهائي الجائزة الأولى اللي كتجرى هنا ملاعب نادي الاتحاد السلاوي للكرة الحديدية أنا
جفا يا واحد سفر لصالح تريبليت الرئيس حديثو شحال داو شنو حتو ثلاثه النتيجه كتغير كتصبح ثلاثه لواحد ثلاثه عند تريبليت جواد واحد عند تريبليت رغيس في هذه المباراه ديال الثمن النهائي الجائزه الاولى اللي كتجمعهم هنا ملاعب نادي الاتحاد الرياضي السنوي اللي كنظم بطوله الدوري ديالو هذا السنوي بملاعب نادي الاتحاد Thank you.
برافو عادل، كيدي الكره مزيانه تيربح بها البوان. نتيجه فيه 3-1، 3 عند تريبليت اجواد، 1 عند تريبليت الرئيس. هادو الثلاثيات بجوج من نادي ليسينبي، عفوا نادي ستاد ماروكان، نادي ستاد المغربي. ضربه ديال حمزه خربوش تيخرج الكواري. محاولة ديال الرغيس ولكن باقي البوان تريبلت اجود بقالي وحمزة خربوش. الدوري كيعرف مشاركة 120 ثلاثية من مختلف النوادي والعصب المنضوية تحت لواء الجامعة الملكية المغربية للكرة الحديدية، ومن بين هاد 120 كاينين 9 ثلاثية خارج العصبة. حمزة خربوش ضرب كرة كاستر لكن ما كتخرجش، باقي البوان تريبليت الرئيس. ضربة موفقة ديال الأجواد تيخرج كرة، إذا عندهم جوج في الأرض. جوج كرة عند حمزة، باقي كرة واحدة عند أجواد. النتيجة 3-1 في هذه المباراة ديال الثمن النهائي، الجائزة الأولى من الدوري السنوي المنظم بمدينة سلا بالضبط من ملاعب نادي الاتحاد الرياضي للكرة الحديدية. هذه محاولة ديال حمزة تيربح بها البوان. غندور ديال أجود، أجود تنظر غيضرب كرة. برافو أجود تيخرج كرة. لاعبين تيران تراسي داخل الملاعب، يعني أبارتير من الويتيام جميع المباريات كيتلعبوا داخل النادي. برافو حمزة تيربح البوان، إذا إضافة نقطة. تصبح نتيجة 2 عند تريبليت الرغيس، 3 عند تريبليت أجواد في هذه المباراة ديال الثمن النهائي. الجائزة الأولى. إذا النتيجة فهي 3-2، 3 عند تريبليت أجواد، 2 عند تريبليت الرئيس. جوج ثلاثيات كما قلت فهما من نادي ستاد المغربي، يعني من نادي واحد. هذا ديربي تلقاو في الويتيام فينال دور الثمن النهائي بطولة من البطولة الجائزة الأولى. Thank you.
أربعة موفق عن الحمزة خربوش. يجيش واحد الوضعية غير محسود عليها يعني على حساب البوشون كاين واحد البوطو في الجيم ديالي هو اللي ممكنليش نشد اللاعب دونك سين هل
النتيجة كتغير، كتصبح 4-3 عند تريبليت رغيس، 3 عند تريبليت جواد في المباراة ديال الثمن النهائي. الجائزة الأولى اللي كيلعبو هنا بمدينة سلا، الدوري السنوي لنادي الاتحاد الرياضي السلوي كرة حديدية عصبة الوسط. النتيجة فهي 4-3، 4 عند تريبليت رغيس، 3 عند تريبليت جواد. نعاود نعطيكم التشكيلة ديال كل ثلاثية بالنسبة لرغيس، كيلعب مع عادل وحمزة، وتريبليت جواد كيلعب مع كل من البقالي وحمزة خربوش. برافو، محاولة ديال الوقالي تيربح بها البوان. ضربة جميلة ديال حمزة كاكاوا تيخرج كرة. النتيجة فهي 4-3، 4 عند تريبليت رغيس، 3 عند تريبليت جواد في المباراة ديال الثمن النهائي، وغادي كيلعبو الجولة الرابعة. ضربة موفقة ديال رغيس كيخرج كرة. محاولة جميلة ديال حمزة خربوش
إذا النتيجة متعادلة، 4 لكل ثلاثية، 4 عند أجواد، 4 عند الرغيس في المباراة ديال الثمن النهائي. الجائزة الأولى من الدوري السنوي المنظم هنا بملاعب نادي الاتحاد الرياضي السلوي للكرة الحديدية. للإشارة، فالنادي الرياضي السلوي هو اللي احتضن الأسبوع الماضي بطولة المغرب الشبان خاص بالسيدات. يدير هذا الدوري الحكم السيد محمد زير رفقة المندوبة ديال التحكيم السيدة حبيبة من عصبة الوسط. عرف الدوري مشاركة 120 ثلاثية من مختلف النوادي والعصب المنضوية تحت لواء الجامعة الملكية المغربية للكرة الحديدية. الجميل في الدوري هو تم تطبيق القانون منذ صباح، يعني منذ بداية الدوري، يعني بين الموحدة. نتيجة فهي 4-4 لتريبليت الرغيس وتريبليت أجود. المباراة ديال الثمن النهائي، الجائزة الأولى. حمزة محاولة ديال حمزة خربوش لا يضرب كرة. إذا حمزة خربوش كرة ديالو في الضيع. برافو حمزة، يخرج كرة، يخرج كرة. حاول ديال عادل تربح بها الكوة. رئيس برافو الرئيس، يربح البوان. ضربة للأجواد، ضربة موفقة، تخرج كرة. نتيجة فهي 4-4 ما بين تريبليت الرئيس وتريبليت أجواد في المباراة ديال الثمن النهائي. الجائزة الأولى. محاولة ديال أجواد تخرج كرة. على النقص اللي مميز.
ضربة موفقة للحمزة شي خرج كرة. عادل إذا نقطة إضافية لصالح تريبليت أجود. إذا تريبليت أجود 5 تريبليت الرئيس 4 بعد المباراة للثمن النهائي. كاين الخسارة كاين الفرصة كاين الندية ما بين الثلاثيتين من لاعبين الاستاد المغربي. المحاولة الأولى ديال البقالي برافو تيربح بها البوان. أنا عادل محاولة جميلة ديال أجود يخرج كرة. محاولة ديال الأجواد برافو تيربح بها البوان. إذا مين أنولي تبقى النتيجة على حالها 5-4 أجواد 4 عند الرئيس في هذه المباراة ديال الثمن النهائي. الجائزة الأولى الكرة الأولى ديال البقالي. No, no, no.
ترى موفق عادل حمزة خربوش الآن طولي لحمزة حمزة تيزقل القرى ما تخرجهاش باقي جوش عندهم في الأرض ضربة موفقة خرج الكرة وكي تأنستال هو يعني البوان عن تريبليت الرئيس في المباراة ديال الشمو النهائي ضربة موفقة ديال حمزة خربوش محاولة ديال الأجواد تخرج كرة محاولة للأجواد لا يضرب كرة ضربة موفقة للأجواد إضافة جوج نقاط أصبح نتيجة 7 عند أجواد 4 عند تريبليت الرغيس مباراة ديال التمو النهائي الجائزة الأولى اللي كتجرى هنا ملاعب نادي الاتحاد السلوي للكرة الحديدية جمهور حاضر نتيجة فيا 7-4 عند تريبليت أجواد من نادي ستار المغربي 4 عند تريبليت الرغيس من كذلك من نادي ستار المغربي Thank you.
النتيجة فهي 7-5، 7 انتريبليت اجواد، 5 انتريبليت رغيس في المباراة ديال الثمن النهائي. الجائزة الأولى اللي كتجرى هنا ملاعب نادي اتحاد السلاوي للكرة الحديدية عصبة الوسط. الأسبوع المقبل نادي الحي الملكي لمدينة سلا غيجري الدوري ديالو بملاعب أو بغابة معمورة، وكذلك الأسبوع المقبل موعدنا إن شاء الله بالنقل المباشر لأطوار الماراثون المقام من طرف النادي الملكي بمدينة الدار البيضاء مباشرة من ملاعب مركب الأمل إن شاء الله الأسبوع المقبل أيام 25 و26 من هذا الشهر. حسن المرسي، حسن الأفقيري، حسن المرسي. حاول حمزة خربوش الداع، نتيجة في 7-4، 7 عند تريبليت جواد، 4 عند تريبليت رغيس في المباراة ديال الثمن النهائي. الجائزة الأولى جوج السلسلة. إضافة جوج نقاط لصالح تريبليت الرغيس. النتيجة كتصبح 6 عند تريبليت الرغيس، 7 عند تريبليت أجواد. هاد المباراة ديال الثمن النهائي، الجائزة الأولى كتجرانا ملاعب نادي الاتحاد السلوي للكرة الحديدية. Thank you.
نعاود نعطيكم تشكيله ديال كل ثلاثيه بالنسبه للاجوبه تيلعب معها كل من حمزه خربوش ومحمد البقالي، في حين تريبليت الرئيس كيلعب معها كل من حمزه كاكاوا وعادل من نادي سطاد المغربي. حمزه كاكاوا فهو كينتمي الى نادي بلديه العيون سيدي ملوك عصبه الشرق، واللي كيلعب اليوم مع جوج لاعبه من نادي سطاد المغربي عصبة الوسط. وهذا كيدخل في القانون المسموح به، يعني كل لاعب خارج عصبة من حقه يختار جوج لاعبين من أي نادي ويلعب معهم. او العكس، يعني كيشوفوا جوج ديال اللعابه من نادي من عصبه الوسط وكيختاروا لاعب كيدعموا به من خارج العصبه، يعني هذا في اطار القانون فهو مسموح به. نتيجه 7-6 عند اجواد، 6 عند تريبليت الرئيس في المباراه ديال الديربي اللي كتجمع ما بين لاعبين نادي سطاد المغربي دوره الثمن النهائي الجائزه الاولى هنا بملاعب نادي اتحاد السلاوي للكره الحديديه. اذا جوله ملغاه، من أنيلي من أنيلي إذا النتيجة فهي 7-6، 7 عند تريبليت أجواد، 6 عند تريبليت أرغيس في المباراة ديال الثمن النهائي، وجولة ملغاة. يعني في من حق التريبليت اللي خدات النقاط من قبل هي اللي تتعاود تلعب البوشون. إذن نشوفوا العبار ما بين السيركل والبوشون، خصها تكون ما بين 6 الأمتار حتى 10 ديال الأمتار، يعني أقل من 6 ديال الأمتار كي من حق لادفيرسير يعاود يرمي البوشون أو يحطو بيدي فين ما يعجبو على حساب المسافة. إذن المسافة فهي غير قانونية، لأن البقالي غيحاول يحط البوشون.
نتيجة 6-7، 6 عن تريبليت رغيس، 7 عن تريبليت أجود في هذه المباراة ديال الثمن النهائي. الجائزة الأولى من الدوري السنوي المنظم هنا بملاعب النادي الاتحاد الرياضي السنوي للكرة الحديدية. إذن جولة ملغاة، البقالية تيطيح في البوشون تتخرج كرة تيخرج البوشون. إذن جولة ملغاة تتبقى النتيجة لحالها 7-6. جوج كرات ديال حمزة كاكاواتي نيرو، النتيجة 6-7، 6 عن تريبليت الغيس، 7 عن تريبليت أجواد في هذه المباراة ديال الثمن النهائي. الجائزة الأولى كتجرى هنا ملاعب نادي الاتحاد السلوي للكرة الحديدية، عصبة الوسط. محاولة ديال عادل تيربح بها البوان. تنظن باقي فيها دخلت فيها العبار يعني فيها الشك. جولة ملغاة عاوتاني مرة أخرى، البوشون تيخرج. هو
مرة أخرى البوشون شي خروج هذه المباراة هذه التومو النهائي الجائزة الأولى كتجمع ما بين تريبليت نادي ستاد المغربي تريبليت الرغايس وتريبليت أجود برافو عادل تيربح بها البوان مزيان عند دور ديال حمزه خربوش الضربه ديال حمزه خربوش تيتغير مع البوشون محاولة ديال الأجواد غادي يضرب كرة وغادي تنظن غادي يضرب كرة برافو الرئيس استهداف النقطة الثانية نتيجة في 6-7 6 عند تريبليت الرئيس 7 عند تريبليت أجود
برافو حمزة كاكاوة تزيد نقطة ثالثة، النتيجة كتغير 9-7، 9 عند تريبليت الرغيس، 7 عند تريبليت أجود. مباراة ديال الثمن النهائي، الجائزة الأولى اللي كتلعب هنا بملاعب نادي الاتحاد السلاوي للكرة الحديدية عصبة الوسط. أذكر بالنتيجة، فهي 9 عند تريبليت الرغيس من نادي صن المغربي، 7 عند تريبليت أجود كذلك هو من نادي صن المغربي. يعني ماتش ديربي ما بين ثلاثيات أو لاعبي نادي صن المغربي، والمناسبة الدوري السنوي الذي ينظم نادي الاتحاد السلوي للكرة الحديدية، وهذا الدور ديال ثمن نهائي الجائزة الأولى. مرة أخرى عادل تيربح البواه عند الدور ديال حمزة خربوش اللي غيضرب كرة. ضربة ديال حمزة خربوش، ضربة موفقة كتبقى كورتو في اللعب. ضربة موفقة ديال حمزة كاكاوات يخرج كرة. مرة أخرى البقالي الكرة الأولى تيربح بها البوان، دابا الدار ديال حمزة، حمزة اللي غيضرب كرة. برافو حمزة كاكاواتي، جوج في الأرض. يعني هذا هو اللي يقول، يعني تيضرب تيلصق. برافو البقالي مرة أخرى تيربح البوان. الآن باقي جوج كرات عند عزيز وجوج كرات عند أجود، عزيز غيضرب على جوج. برافو عزيز، عزيز الرئيس يدير 3 في الأرض. الآن جوج كرات عند أجود، باقي كرة وحدة عند عزيز، النتيجة 7 عند أجود وتسعود عند الرئيس تريبليت الرئيس. كرة الأجواء تضيع. برافو أجواد، ضربة موفقة تيضرب كرة. إذن تريبليت أجواد مبقاش عندهم حتى كرة، عزيز غادي يضرب على اللاكا، غيضرب على الكرة هادي، إذا غادي يضرب كرة، غيضرب على اللاكا. برافو عليك،
اذا تنتهي المباراه بفوز تريبلت الرئيس حمزه كاغاوا وعادل على تريبلت اجود حمزه خربوش. شكرا لكم على المتابعه والى اللقاء في فرصه قادمه بحول الله. تحياتي لكم من مدينه سلا والدوري الثانوي للكره الحديديه. شكرا لكم والى اللقاء.